أعزائي المشاهدين من مطار كازان بدولة روسيا الاتحادية، أحييكم وننقل لحضراتكم الوصول مباشرة، وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة كازان، تحديدا مطار كازان الدولي، استعدادا لمشاركة سيادته في قمة تجمع دول البريكس لهذا العام. تأتي هذه المشاركة الأولى لسيادة الرئيس الرسمية بعد انضمام مصر لهذا التجمع الهام مطلع العام الجاري، بما يعكس أهمية المشاركة المصرية في فعاليات هذه القمة الهامة من القمم الدورية لهذا التجمع. أنشئ هذا التجمع في العام 2006 بمشاركة أربع دول، هي روسيا والصين والهند والبرازيل، وفي عام 2009 انضمت إليهم جنوب أفريقيا ليصبح عدد الدول الأعضاء المؤسسين لهذا التجمع الهام خمس دول، اختصارا بكلمة بريكس. في الأعوام التالية وتحديدا منذ عام 2009 و2014 و2015 كانت هناك محطات هامة لترسيخ أطر التعاون بين دول هذا التجمع، وترسيخ هذا التجمع بوصفه منصة اقتصادية هامة للدول الأكثر نموا. في هذه الأعوام شهدت طفرات متلاحقة، كان أبرزها تأسيس بنك التنمية الجديد برأس مال 50 مليار دولار، ومن بعدها تأسيس صندوق الطوارئ برأس مال 100 مليار دولار. في هذا العام مطلع هذا العام تحديدا أعلن عن انضمام كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وإيران وإثيوبيا، ليصبح عدد دول هذا التجمع الهام 10 دول. هناك أكثر من 83 دولة أو 83 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى هذا التجمع الهام. في هذا العام الجاري أيضا أعلن أن هذه الدورة من دورات انعقاد هذا التجمع سوف تشهد عدد كبير من النقاشات والفعاليات بالنظر إلى المستجدات الإقليمية والدولية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد السياسي والجيوسياسي، والتطورات التي يشهدها العالم سواء فيما يتعلق بعدد كبير من النزاعات والصراعات التي باتت تضفي بظلالها السلبية على أطر التعاون، خاصة في هذا التجمع الهام. في هذه الأثناء حطت طائرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض مطار مدينة كازان الروسية إذانا ببدء فعاليات مشاركة وزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور هذه الفعاليات الهامة لتجمع دول البريكس. السيد الرئيس خلال هذه المشاركة سوف يلقي كلمة مصر الهامة أمام دول وتجمع دول البريكس، التي يستعرض خلالها مواقف الدولة المصرية حيال الكثير من التحديات والأزمات الآنية التي تشهدها المنطقة ويشهدها عدد كبير من دول المنطقة. أيضا من المنتظر أن يستعرض السيد الرئيس خلال هذه الكلمة الهامة عدد كبير من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا لتهيئة المناخ الجاذب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الحيوية الهامة. كما يستعرض سيادته عدد كبير من الفرص الواعدة التي يحملها الاقتصاد المصري، خاصة أمام المستثمرين من دول هذا التجمع الهام. من الجانب الآخر هناك اهتمام متزايد لدى دول الأعضاء في هذا التجمع بدعم وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر وبين هذه الدول، خاصة في ضوء ما تحقق مؤخرا من خطوات واعدة اتخذتها الدولة المصرية لتهيئة هذا المناخ الجاذب للاستثمار. تجمع البريكس حقق كما أشرنا طفرات متلاحقة مؤخرا، وحسب مؤشرات وتقارير صادرة عن البنك الدولي فإن إجمالي الناتج المحلي لدول التجمع مجتمعة
وصل إلى أكثر من 31.5% من حجم الناتج الاقتصادي العالمي، وهو ما يفوق حجم إنتاج الدول مجموعة الصناعية الكبرى جي 7 مجتمعة، والتي حققت فقط 30.5%، ما يؤشر على المستقبل الواعد الذي ينتظر دول تجمع البريكس في إطار تعزيز أطر التعاون بين هذه الدول وأيضا بين الدول الأخرى التي ترغب وتطمح في الانضمام إلى هذا التجمع. قريبا نتحدث عن دول إفريقية، دول عربية، دول لاتينية، ما يعكس أهمية هذا التجمع، وما يعكس أيضا بعد نظر الدولة المصرية والسياسة الخارجية المصرية في تحركاتها إقليميا ودوليا نحو تعزيز أطر التعاون مع تجمعات اقتصادية هامة من بينها وفي الصدارة منها تجمع دول البريكس. من المنتظر كما أشرنا أن يجري السيد الرئيس عدد كبير من المشاركات الفاعلة، سواء في إطار كلمة مصر أمام تجمع البريكس وكلمة أخرى أمام تجمع البريكس بلس، أو بخلال لقاءات ثنائية متعددة الأطراف سوف يجريها السيد الرئيس في مقدمتها لقاء هام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولقاءات أخرى تجمعه بعدد من قادة الدول المشاركين في هذا الاجتماع وهذه القمة الهامة. ربما نفسح المجال قليلا للصورة لتنقل فعاليات وصول السيد الرئيس إلى مطار كازان استعدادا لمشاركة سيادته في هذه الاجتماعات الهامة. وكما أشرنا هذه الاجتماعات تأتي بعد انضمام مصر رسميا إلى هذا التجمع مطلع العام الجاري، بالإضافة أيضا إلى انضمامها مطلع العام الماضي إلى عضوية بنك التنمية الجديد الذي يضمن استثمارات مباشرة تناهز 50 مليار دولار لاقتصادات ناشئة في الدول الأعضاء. أيضا مصر انضمت إلى صندوق الطوارئ برأس مال 100 مليار دولار، هذا الصندوق الذي أسسته دول تجمع البريكس يعمل على تخفيف والحد من التأثيرات السلبية لعدد من الأزمات سواء السياسية أو الاقتصادية الراهنة، والمساعدة في تلافي الآثار الناتجة عن عدد كبير من التحديات سواء الاقتصادية أو السياسية. هذه القمة من المنتظر أن تشهد أجندة متخمة بالعديد من الموضوعات والعديد من التحديات التي تواجه دول هذا التجمع، من بينها تحديات سياسية وجيوسياسية وأيضا تحديات اقتصادية مرتبطة ارتباط مباشر بتفجر الصراعات في عدد كبير من المناطق. من بين أهم هذه الأزمات بطبيعة الأحوال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد وتيرة العنف بين إسرائيل وبين لبنان، وأيضا عدد آخر من الأزمات، نتحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتفجر الصراع الروسي الأوكراني، بالإضافة أيضا إلى تحديات اقتصادية من بينها تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عالميا وتحديات مناخية وأيضا انقطاع لسلاسل الإمداد الغذاء والطاقة وغيرها. إلى جانب هذه التحديات هناك موضوعات أخرى مدرجة على أجندة عمل القادة والرؤساء والزعماء المشاركين في هذه الدورة من دورات انعقاد تجمع دول البريكس، من بينها التحديات المناخية والتحول الطاقي باتجاه استخدامات الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة. هناك أيضا عدد من القضايا من المنتظر أن يناقشها القادة والزعماء المشاركون في هذه الاجتماعات، من بينها قضايا الشمول المالي والتحول المالي وتوطين التكنولوجيا الذكية وغيرها من هذه القضايا والتحديات. في هذه الأثناء يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصول سيادته عدد كبير من أعضاء الحكومة الروسية و
الرئيس التتاري رئيس دولة تتارستان بالإضافة إلى أعضاء السفارة المصرية في موسكو. زيارة هامة من المنتظر أن تسهم في تعزيز التعاون خاصة الاقتصادي والاستثماري بين مصر من جانب وبين دول تجمع البريكس، بما يضمن خلق آفاق جديدة أمام الاستثمار والتجارة البينية بين مصر ودول التجمع. في هذه الأثناء يهبط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض مطار كازان استعدادا لمشاركة سيادته في فعاليات هذه القمة الدورية السنوية الهامة، قمة دول تجمع البريكس لعام 2024. السيد الرئيس يصافح مستقبليه من كبار رجال الدولة التتارية وعلى رأسهم الرئيس التتاري وأيضا أعضاء الحكومة الروسية، بالإضافة أيضا إلى أعضاء السفارة المصرية لدى موسكو. هذه الزيارة كما أشرنا هي تأتي بعد انضمام مصر رسميا إلى دول تجمع البريكس مطلع العام الجاري، وتعكس اهتمام كبير لدى القيادة السياسية المصرية في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي تحديدا بين مصر من جانب وبين دول هذه المجموعة الاقتصادية الواعدة. هذه المجموعة الاقتصادية تضم الآن 10 دول، كان آخر المنضمين 5 دول مطلع العام الجاري، في مقدمتهم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، بالإضافة بطبيعة الأحوال إلى الأعضاء المؤسسون روسيا، الهند، الصين، البرازيل، جنوب أفريقيا. السيد الرئيس استعرض حرس الشرف الرمزي في مستهل هذه الزيارة الهامة، واستعد للتوجه إلى مقر إقامة سيادته إذانا ببدء فعاليات هذه الزيارة الهامة التي ستشهد مشاركة السيد الرئيس في اجتماعات البريكس والبريكس بلس، ويلقي خلال هذه الاجتماعات كلمتي مصر الهامتين أمام هذه الاجتماعات، يستعرض خلالها رؤية الدولة المصرية وتحركات السياسة الخارجية المصرية سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي، وعلى صعيد أيضا تعزيز صوت الدول الجنوب والدول النامية في المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من القضايا الملحة المطروحة على أجندة العمل سواء العمل الإقليمي أو العمل الدولي بشكل عام. على هامش هذه الزيارة الهامة التي يجريها السيد الرئيس، من المنتظر أن يجري سيادته عدد من اللقاءات الثنائية التي تجمعه بعدد من الرؤساء والقادة والزعماء المشاركين في هذه الفعالية الهامة، في مقدمتهم لقاء هام سوف يجريه سيادته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يأتي هذا اللقاء في إطار استمرار وتواصل التعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وروسيا سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من اللقاءات سوف يجريها سيادته مع عدد من الرؤساء المشاركين في هذه الفعاليات، من بينهم الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي والرئيس الجنوب أفريقي، وأيضا عدد من رؤساء المؤسسات الإقليمية والدولية والمنظمات المعنية بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وبين هذه الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة على الساحة الاقتصادية. تجمع البريكس كما أشرنا أحرز نجاحات متلاحقة في الفترة الأخيرة سواء على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد تعزيز أطر التعاون بين دول المجموعة في عديد المجالات،
وربما كان هذا هو الحافز لعدد كبير من الدول التي أعلنت وتقدمت برغباتها للانضمام إلى هذا التجمع. في هذه الأثناء يغادر موكب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض مطار كازان متوجها إلى مقر إقامة سيادته وسط العاصمة التتارية كازان، استعدادا لمشاركة وبدء مشاركة السيد الرئيس في هذه الاجتماعات الهامة التي تأتي بصفة رسمية بعد انضمام مصر إلى هذا التجمع مطلع العام الجاري، وأيضا تعكس اهتمام القيادة السياسية المصرية بتعزيز التعاون مع دول هذه المجموعة، ويعكس أيضا اهتمام دول المجموعة بعضوية مصر الهامة والفاعلة في هذا التجمع الذي كما أشرنا أعزائي المشاهدين أحرز نتائج وأحرز نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة. ربما أبرز هذه النتائج هو تأسيس بنك التنمية الجديد برأس مال يناهز 50 مليار دولار، وفي هذه الدورة تحديدا من هذه الاجتماعات يناقش المجتمعون مضاعفة هذا المبلغ وهذا رأس المال ليصل إلى 100 مليار دولار. كما أيضا نجح أعضاء المجموعة في تأسيس صندوق الطوارئ برأس مال 100 مليار دولار، ما يسهم في تخفيف حدة التأثيرات سواء السياسية أو الجيوسياسية أو الاقتصادية على أعضاء دول التجمع، وتخفيف هذه التأثيرات بمنح قروض ميسرة ومنح ومساعدات ومساهمات مالية مباشرة لتسريع وتيرة عمليات التنمية المستدامة. هناك قائمة طويلة من الدول التي تقدمت بعضوية بقبول عضويتها في هذا التجمع، من القارة الإفريقية، من أمريكا اللاتينية، من أيضا عدد آخر من الدول الإفريقية. كل هذه الدول أكثر من 38 دولة تقدمت برغبتها للانضمام إلى هذا التجمع الهام الذي بات يمثل صوت الجنوب وصوت الدول النامية في المحافل الإقليمية والدولية. السيد الرئيس وصل كما تابعنا أعزائي المشاهدين منذ قليل إلى عاصمة تتارستان ضمن الاتحاد الروسي كازان للاستعداد للمشاركة في هذه الفعاليات وهذه الدورة الهامة من دورات انعقاد دول تجمع البريكس. تحياتي مرة أخرى وعودة إلى الاستوديو. شكرا علاء رشوان مراسل النيل، كان معنا متابعا من كازان ومقر وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار كازان كما تابعنا منذ لحظات للمشاركة في قمة بريكس المنعقدة في مدينة كازان الروسية، تجمع دول بريكس، وهي القمة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة مصر كعضو في هذا التجمع منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري. يشارك في هذه القمة وهي القمة الأولى للدول المشاركة حديثا 32 دولة، بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة. وتأتي هذه القمة في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبيرة في المشهد السياسي والاقتصادي. تجمع البريكس الذي يضم دول ذات تأثير كبير مثل الهند والصين وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا يسعى إلى تعزيز التعاون بين أعضائه والتأثير أيضا في الاقتصاد العالمي بعيدا عن هيمنة الغرب التقليدية. ومرة أخرى نتحول إلى كازان، هذه المدينة الروسية التي تستضيف هذه القمة لتجمع وتكتل البريكس. من هناك علاء رشوان مراسل النيل مرة أخرى يحدثنا عن المزيد من التفاصيل، خاصة وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل قد وصل إلى مطار كازان منذ لحظات كما تابعنا. علاء بعد التحية يعني حدثنا عن المزيد لديك حول هذه القمة ومشاركة مصر فيها. تحياتي إليك. كما أشرت زميلتي وصل منذ قليل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كازان عاصمة دولة تتارستان ضمن الاتحاد الروسي استعدادا لمشاركة سيادته في اجتماعات دول تجمع البريكس العام 2024. هذا التجمع الهام الذي كان قد أسس عام 2006 بأربع دول هي الصين، روسيا، الهند، البرازيل، وبعد سنوات قليلة انضم إلى هذه الدول دولة جنوب أفريقيا ليصبح مسمى
التجمع بريكس، وهي الحروف الأولى من كل دولة من الدول الخمس. بمرور السنوات كانت هناك محطات فارقة في تجمع في عمر تجمع البريكس ونجاحات متلاحقة، واستمرت هذه النجاحات حتى وصلنا إلى عام 2015 حيث تم تأسيس بنك التنمية الجديد، ووصولا إلى هذا العام الجاري الذي أعلن فيه بشكل رسمي عن انضمام كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا ليصبح عدد أعضاء هذا التجمع 10 دول. تسعى هذه الدول مجتمعة إلى تعزيز أواصر التعاون خاصة الاستثماري والتجارة البينية والاقتصادية بين دول المجموعة وبين أيضا دول المجموعة من جانب ودول أخرى في إطار تعزيز صوت دول الجنوب والدول النامية في المحافل الإقليمية والدولية وكسر قطبية الاقتصاد العالمي بخلق محاور جديدة وأقطاب اقتصادية جديدة تعمل على تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الثروات وتوزيع المكاسب الاقتصادية بين دول الجنوب ودول الشمال. بالإضافة أيضا إلى الشق الاقتصادي، هناك شق سياسي يسعى إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين هذه الدول من جانب وبين الدول الإقليمية والدولية الفاعلة على المحافل السياسية عالميا لتحقيق التوازن المطلوب والعمل على حلحلة العديد من الأزمات والصراعات سواء في المنطقة أو في مناطق أخرى من العالم. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة السيد الرئيس في هذه الاجتماعات تحديدا. من المنتظر أن يلقي السيد الرئيس كلمة مصر الهامة أمام هذه الاجتماعات والتي يستعرض خلالها سيادته عدد كبير من المحاور سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وبين دول هذه المجموعة في التعاطي مع التحديات التي خلفتها عدد كبير من التحديات السياسية والجيوسياسية والعسكرية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في مناطق أخرى، والتي باتت تلقي بظلالها السلبية على العمل الإقليمي والعمل الدولي وعلى حالة الاقتصاد بشكل عام والاستقرار والأمن والسلم في كل هذه المناطق. في هناك أيضا كلمة أخرى سوف يلقيها السيد الرئيس أمام تجمع دول البريكس بلس، وهي مجموعة تحوي دول البريكس بالإضافة إلى الدول الصديقة التي ترغب في الانضمام إلى تجمع البريكس. كلمة تستعرض أيضا عدد كبير من مجالات التعاون خاصة على الصعيد الاستثماري والاقتصادي مثل تعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية وأيضا استعراض الفرص الواعدة التي يحملها الاقتصاد المصري أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بما يضمن تسريع وتيرة التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة أيضا إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وبين دول المجموعة مجموعة بريكس بلس حيال المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة. مشاركة مصرية فاعلة كما أشرنا تأتي بعد انضمام مصر رسميا إلى هذا التجمع مطلع العام الجاري. نعم، علاء رشوان مراسل النيل الأخبار، شكرا جزيلا لك، وبالطبع على مدار فعاليات هذه القمة نتواصل معك في خدماتنا الإخبارية تباعا، شكرا جزيلا. للمتابعة مشاهدينا ينضم إلينا الآن أستاذ محمد الجهري رئيس تحرير مجلة اقتصادنا. أستاذ محمد بعد التحية، إذن هي المشاركة المصرية الأولى لمصر في هذا التجمع التكتل الاقتصادي تكتل البريكس بعد انضمام مصر في مطلع العام الجاري، فكيف ترى أهمية هذه المشاركة؟ طبعا روسيا، اهلا بحضرتك اولا وبالمشاهدين. طبعا روسيا بتستضيف قمه تجمع بريكس في كازان، وطبعا بحضور 24 رئيس دوله وحكومه، وطبعا على راسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا مشاركه مصر وهي المشاركه الاولى بعد انضمامها لبريكس. وطبعا هذا الدور العظيم الذي تنتظر مصر منه الكثير والكثير من خلال العلاقات الاقتصادية والسياسية، وطبعا دول التكتل وعلى مكانها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، فبيكون لمصر دور هام على المستوى الاقتصادي والسياسي. وطبعا اقتصاد مصر مرشح لتحقيق معدلات مرتفعة في النمو،
ودور مصر الاقتصادي من خلال التعاون مع بريكس هيكون له دور قوي من خلال التبادلات الاقتصادية وأيضا من خلال التبادل في مجال السياحة. ولا ننكر أن دور مصر القوي في مجال الخدمات لا سيما من خلال قناة السويس وغيرها مما سوف تقدمه مصر إلى دول البريكس، وهناك منافع متبادلة سوف تحصل عليها مصر من هذا التجمع، وننتظر الكثير من قيمة اقتصاديات هذه الدول. نعم أستاذ محمد، يعني بالفعل مصر في السنوات الأخيرة دأبت على تنفيذ عدد من الخطوات والإجراءات الاقتصادية التي تدفع بمناخ الاستثمار في مصر إلى يعني مزيد من السهولة واليسر لجذب الاستثمارات المباشرة. وكما تابعنا بالطبع في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام قليلة كلمة مسجلة لهذا أعمال تجمع البريكس قبل انطلاق القمة اليوم، يعني أشار السيد الرئيس تحديدا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، ولكن ربما هذه أتت على رأس ما أشار إليه. يعني هنا الفرص التي تطرحها مصر أمام هذا التكتل الاقتصادي للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع. طبعا موقع مصر الجغرافي المتميز والهام الذي يجمع بين قارتي آسيا وأفريقيا، مصر قدمت الكثير من الدعم للبنية التحتية حتى تكون منطقة جاذبة للاستثمار. طبعا منطقة قناة السويس الصناعية والتعويل على أنها تكون من كبريات المناطق الصناعية على مستوى العالم. مصر أنفقت الكثير والكثير في البنية التحتية، وأيضا تمتلك مصر ثروات كبيرة من المعادن ولا سيما من الرمال البيضاء والسوداء. أنا أضيف على ذلك أيضا ما منطقة سيناء وما سوف تكون منطقة جاذبة وأيضا منطقة اقتصادية هامة لا سيما بعد طرح منطقة حرة في جنوب سيناء على مساحة 1,000,000 متر مربع، وأن هذه المنطقة أعتقد أنها سوف تكون بابا اقتصاديا هاما من خلال مصر ومجموعة بريكس في المرحلة القادمة. مصر جاذبة لأن تكون هي نقطة هامة في استثمارات دول البريكس لما تملكه من يعني أيدي عاملة رخيصة وأيضا يعني العديد من المعادن المتواجدة في مصر. كل هذه أسباب تكون جاذبة لرجال الصناعة ورجال الأعمال من بريكس للاستثمار في مصر في المرحلة القادمة. نعم أستاذ محمد، أيضا أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الكلمة التي سبقت انطلاق قمة بريكس اليوم إلى أن مصر، وهذا هو بالطبع ما يحدث، هو انضمام مصر لعدد من الاتفاقيات الخاصة بالتجارة والتجارة الحرة، وذلك يعطي مميزات لنفاذ السلع إلى الأسواق العالمية وتحديدا السوق الإفريقي. نتحدث هنا عن إفريقيا فهي سوق واعد وقارة شابة وبها العديد من الإمكانيات التي تضعها بالفعل قارة المستقبل. يعني كيف عملت هذه الخطوات من قبل مصر على تقديم الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر بشكل إيجابي؟ طبعا مصر لها العديد من الاتفاقيات الخاصة مع أفريقيا. هناك 3 اتفاقيات خاصة بالقارة الأفريقية بالكامل، وده بيكون باب وسوق خاص لمصر نظرا لموقعها أيضا في هذه المنطقة إلى كافة الدول الأفريقية. وإنما أيضا بنضيف على ذلك أن مصر قامت بعمل العديد من الاتفاقيات الخاصة مع كافة دول العالم. مؤخرا شهدنا رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهناك العديد من الفرص الخاصة من خلال المعاملات التصديرية الخاصة بهذه الدول. مصر تمتلك العديد من الآليات الخاصة بأن تكون منطقة مركزية للبريكس. أيضا لا ننسى أن هناك اتفاقيات خاصة بين مصر والدول العربية جمعاء. هذه الاتفاقيات عندما تترجم في الحقيقة إلى
سوق وتعاملات مباشرة، هيكون مصر لها الأفضلية والأسبقية في العديد من الأمور، لا سيما في المجال الصناعي وأيضا في مجال التبادل التجاري ومن خلال سلاسل الإمداد والتوريد على مستوى الدول الخاصة بأفريقيا. نعم أستاذ محمد، يعني بطبع العالم في السنوات الأخيرة يعاني من تداعيات اقتصادية تحديدا بسبب الأحداث الدولية والصراعات التي تحدث في مختلف أنحاء العالم، ولعل أحداثها ما نتحدث عنه بالطبع في المنطقة، وهو يعني العدوان على قطاع غزة وأيضا لبنان. هذا يدفع مصر بالطبع إلى دعم الاقتصاد من خلال خطوات مختلفة، ربما من خلال التعاون مع دول بريكس بعدما انضمت مصر مؤخرا إليه. ففرص مصر في التعامل بالعملات المحلية على سبيل المثال لدعم الاقتصاد الوطني. هو الحقيقه احنا يعني طبعا لو احنا نظرنا الى الوضع الخاص الجيوسياسي المحيط بمصر، وضع صعب جدا ومتوتر للغايه، وطبعا مصر بتسعى جاهده ان هي تلتقط طرفي خيط اقتصاد هنا او هناك، وانما بياتي التعامل مع مجموعه البريكس بان يكون هناك تعامل من خلال العملات الموحده، وبيكون ده نوع طبعا من رفع الضغط على الدولار وما بيتحمله الاقتصاد المصري من ارتفاعات غير حقيقية لسعر الدولار. طبعا كل ده له تأثيرات مباشرة، ومصر مثلها مثل مجموعة البريكس ان هي بتسعى الى ان يتم الابتعاد عن الوضع الخاص بالمنظومة المراسلات المصرفية سويفت واللي بيسيطر عليها الولايات المتحدة الامريكية طبعا. وطبعا احنا بنقول ان هذا رغبة خاصة من هذه المجموعة متواجدة حاليا في روسيا، أنها ترسل رسالة إلى العالم بأهمية هذه القمة، بأن إعادة صياغة الحكومة العالمية التي تهيمن على القوى الغربية، ورفض مناخ الاستقطاب، وتسييس القضايا العالمية مثل المناخ ونقل التكنولوجيا وأيضا ما يحدث في المنطقة من صراعات، من الممكن أن قد يتم وقف هذه الصراعات منذ عام على الأقل. نعم نعم أستاذ محمد الجهري رئيس تحرير مجلة اقتصادنا كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. للمتابعة أيضا ينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير بعد التحية، إذن هي المشاركة المصرية الأولى بعد انضمام مصر إلى هذا التجمع، تجمع البريكس في مطلع العام الجاري. بداية سعادة السفير، يعني أهمية هذا التكتل والتجمع الاقتصادي، وإلى أي مدى هو ينافس المؤسسات الدولية الاقتصادية يعني التي لها سنوات على مستوى العالم؟ يعني بداية حضرتك دي أول قمة تشارك فيها السيد الرئيس، أول قمة تشارك فيها مصر بصفتها دولة كاملة العضوية في مجموعة البريكس، واللي أصبحت الآن البريكس الموسعة بانضمام خمس دول إليها، من بينها مصر، ومن بين الخمس دول أربع دول من منطقة الشرق الأوسط وثلاث دول عربية. الدول العربية مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات، والدولة الرابعة من الشرق الأوسط هي إيران. ده أول شيء. وبالتالي البريكس الأصلية أضيف إليها أربع قوى عربية وشرق أوسطية لهم ثقلهم السياسي ليس فقط في الشرق الأوسط والبحر المتوسط ومنطقة الخليج، وإنما أيضا في السياسة العالمية وفي العلاقات الاقتصادية الدولية، خصوصا أن ثلاث دول من الأربع دول من كبار المنتجين والمصدرين للنفط، وبالتالي دورهم في سوق الطاقة العالمي دور كبير جدا ولا يستهان به. فده بيضيف حضرتك لمجموعة البريكس تأثير في الساحة الدولية، لكن تجمع بريكس هو أساسا حضرتك تجمع توجهاته اقتصادية واستثمارية وتجارية، وليس لدى الأعضاء دور الأعضاء في البريكس أي تطلعات إن هم يكونوا محور
ضد الغرب او ضد الولايات المتحده الامريكيه تحديدا. نعم سعادة السفير، ولكن يعني هذا التكتل وربما على لسان وفي تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذا التكتل يسعى إلى التعامل بعملة موحدة خاصة بأعضائه، وأن يكون لديه نظام مالي بديل لنظام سويفت يعني المعروف بالطبع منذ سنوات. بعد إذن حضرتك، يعني أنا يعني المعلومات اللي لدي انه موقف روسيا موضوع العمله الموحده يقوم على انه من السابق لاوانه التفكير في هذا الموضوع، حيث انه ده يتطلب تغييرات هيكليه كبيره داخل الاقتصاديات الدول الاعضاء في المجموعه. وهو أكد على ذلك حضرتك يعني مؤخرا، وكان واضح من حديثه أنه هو لا يريد أن يعطي الانطباع أنه القمة التي تستضيفها روسيا بتحاول أن هي تبقى منافس للولايات المتحدة الأمريكية. لكن طبعا دور التجمع البريكس الموسع في تطوير عمل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية هيبقى دور مؤثر مما لا شك في ذلك، لأنه إذا أخذنا في الاعتبار زي ما قلنا قبل أن في أربع دول من الشرق الأوسط من أكبر المنتجين والمصدرين للنفط العام، بالإضافة إلى الصين وبالإضافة إلى الهند والبرازيل، أعتقد أن شروط التجمع البريكس الموسع على صعيد تطوير العمل في تلك المؤسسات الدولية هيكون كبير جدا. وأنا أتصور أنه هذه القمة لبرزنطة روسيا في مدينة كازان هتلعب دور حضرتك في هذا، وربما يتمخض عنها توصية بهذا الخصوص. من ناحية أخرى، القضايا اللي تمس الأمن الدولي هتكون حاضرة زي الحرب في أوكرانيا والأوضاع المتردية في الشرق الأوسط على ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان. وأتصور أن كلمة السيد الرئيس أمام هذه القمة هتتناول هذه القضايا اللي بتمس الأمن الدولي، لكن أعتقد أن التركيز هيكون على إصلاح المؤسسات وتطوير العمل في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والتعامل مع قضية المديونية الخارجية المرتفعة للدول النامية والمطالبة بتوفير التمويل اللازم لتمكين هذه الدول من التعامل مع التغير المناخي. نعم، يعني إذا دول ذات تأثير كبير عضوة في هذا التكتل الاقتصادي، نتحدث عن الصين، روسيا، الهند، بالإضافة إلى بالطبع الخمس دول التي انضمت مؤخرا لتكون ضمن تجمع بريكس بلس. يعني ما هي المبادرات الجديدة والتوجهات التي تخرج عن هذه القمة برأيك ويكون لها تأثير اقتصادي لصالح الدول الأعضاء في هذا التجمع؟ يعني أنا أتصور حضرتك أنه بالإضافة إلى القضايا والمسائل التي تطرقناها إليها ردا على سؤال حضرتك الأول، أنا أتصور أنه هتبقى الرسالة اللي هتخرج من هذه القمة أعتقد هي رسالة لترسيخ التعاون الدولي في المجالين السياسي والاقتصادي والمالي والاستثماري، وانه وكذلك التعامل مع حضرتك التغير المناخ وتاثيراته السلبيه على العديد من الدول. يعني حضرتك هتبقى رساله تعاون، رساله التواصل، رساله لتاكيد دور الامم المتحده في صيانه الامن والسلم الدوليين، وانه البريكس على استعداد للتعاون مع التكتلات التجمعات الدوليه الاخرى
من أجل إفساء دعائم السلام والأمن في العالم. نعم. روسيا طبعا يعني برضو عندما روسيا برضو السؤال أن نطرح نفسنا ماذا يريد الرئيس بوتين وتريد روسيا، كيف توظف استضافتها لهذه القمة اللي حضرتك إذا خدنا مجموع سكان الدول الأعضاء ده تقريبا أكثر من نصف سكان العالم، ودور الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي خصوصا في مجال الطاقة دور كبير جدا. فهنا سؤال، هي روسيا ماذا تريد؟ إيه الرسالة لروسيا تريد أن 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 تخرج بها للعالم من استضافة هذه القمة؟ أنا أتصور إنه الرئيس بوتين يوظف هذه القمة ليبعث رسالة إلى الدول الغربية وفي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إن روسيا مش منعزلة، وإنه بالرغم العقوبات الاقتصادية اللي فرضت على روسيا، روسيا موجودة، الاقتصاد الروسي لم يضعف، بل بالعكس إنه استضافة روسيا لهذه القمة وما قد ينتج عنها من قرارات في المجال الاقتصادي فيما بين التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في البريكس، أعتقد دي الرسالة اللي الرئيس بوتين حيود إرسالها، إنه روسيا قوة محبة للسلام بالرغم من الادعاءات الولايات المتحدة الأمريكية ومزاعم الدول الأعضاء في الحلف الأطلنطي، وإنه روسيا لا تقف بمفردها، روسيا في عضو فاعل، عضو مؤسس في تجمع بيزداد أهمية يوما بعد يوم، وخصوصا في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحرجة اللي بيمر بها الاقتصاد العالمي. نعم، يعني هذه القمة كيف تعد أيضا فرصة يتحدث فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جهود مصر الدبلوماسية والطرح المصري لوقف إطلاق النار ومنع يعني توسع هذا التصعيد في المنطقة؟ نتحدث بالطبع عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل وأيضا على لبنان. يعني اتصور ان يعني انا تقديري ان كلمه السيد الرئيس هتركز اكثر على الاقتصاد وعلى الطاقه وعلى التغير المناخي وعلى حضرتك قضيه الديون الخارجيه المرتفعه للدول الناميه وعلى ضروره اصلاح المؤسسات الاقتصاديه والماليه الدوليه، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، انه هذه المؤسسات تزيد من تمويلها للخطط التنمويه لدول العالم الثالث او ما يسمى بالجلوبال ساوث او الدول الجنوب. لكن طبعا كلمه السيد الرئيس هيكون فيها جزء هام عن الموقف المصري او عناصر الموقف المصري للتعامل مع الاوضاع في الشرق الاوسط، وفي مقدمتها زي ما حضرتك قلتي وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، ووقف العدوان الإسرائيلي في لبنان، ومع التركيز ومع التأكيد على أن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة هو حضرتك تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وأنه حضرتك استمرار هذا العدوان الإسرائيلي لا يؤثر فقط على الأمن الإقليمي، أمن الدول العربية ودول الشرق الأوسط، وإنما بيؤثر على الأمن العالمي وعلى الاقتصاد العالمي. نعم، يعني إلى أي مدى أيضا يمكن أن تسهم قمة البريكس بشكل عام في أن تكون يعني صوتا أو يكون هذا التكتل صوتا مسموعا لدول الجنوب والدول النامية تحديدا مع انضمام عدد يعني آخر من هذه الدول إلى هذا التكتل وسعي أيضا دول أخرى للانضمام إليه؟ هو طبعا احتمال هذه القمة توافق على قبول أعضاء جدد من ناحية حضرتك هيبقى فيهم دول عربية واحتمال حضرتك دولة أفريقية ودول آسيا، لكن التجمع بيزداد، دور التجمع وتأثير التجمع بيزداد يوميا. طبعا حضرتك الدول الاعضاء داخل يعني عندما نتحدث عن البريكس بلس او التجمع البريكس الموسع برضو يجب ان نضع في الاعتبار ان في داخل هذا التجمع
في خلافات بين الدول الأعضاء، بعض الدول الأعضاء، وخلافات كبيرة، وإنه بعض الدول الأعضاء لها حضرتك يعني شراكات استراتيجية تبدو على السطح فيها تناقض. فبرضو يجب أن نأخذ هذا في الاعتبار. وأنا بيحضرني في هذا يعني مثال على هذا، الصين والهند، وإن كان قبل انعقاد هذه القمة كان في أنباء حضرتك أو في تصريحات أو في إشارات إن الصين والهند في طريقهم للتغلب على هذه الخلافات. لكن النقطة اللي أنا يعني أحب إن أنا أبرزها، عندما نتحدث عن تجمع البريكس احنا لا نتحدث عن محور جديد او قطب جديد في السياسه الدوليه، لانه هذا اولا ليس الدول الاعضاء لا تريد ان يكون البريكس كذا، لكن ايضا حضرتك ديت ده تجمع في عملية توسعه برضو حضرتك ديت بتتشكل وجهات نظر جديدة، رؤى جديدة. فبرضو يعني ننظر إلى هذا التجمع، طبعا هو حضرتك تجمع واعد ومصر هتستفيد منه، يعني مصر هتستفيد منه طبعا. وهنا أحب برضو أشير إن لمصر علاقات ممتازة مع العديد، مع يمكن كل الدول الأعضاء الحالية. نعم، وهذا هو بالطبع نهج مصر دائما في علاقتها الخارجية كما نعلم جميعا. السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. للمتابعة أيضا ينضم إلينا أستاذ هاني فاروق مدير تحرير الأهرام. أستاذ هاني بعد التحية، إذا المشاركة المصرية الأولى، وتابعنا بالطبع وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ دقائق إلى مطار كازان استعدادا للمشاركة في قمة البريكس، وهي القمة الأولى لمصر بعد انضمامها لهذا التجمع. وكما نعلم يعني يسعى تجمع بريكس إلى استخدام العملات الوطنية كوسيلة للتبادل التجاري بين أعضائه، فكيف ترى هذا السعي؟ إلى أي مدى هناك فرص لتحقيقه والاعتماد على العملات المحلية بين أعضاء البريكس؟ مساء الخير على حضرتك. هو بتأتي أهمية قمة البريكس قزان بالنسبة لمصر، نعم، تعد زيارة تاريخية لأنها أول مرة تشارك مصر هذا في هذه القمة العالمية الكبرى. بالنسبة لموضوع استخدام العملات المحلية أو الرقمية في التجارة بين الدول الأعضاء، أعتقد أن التصريحات الروسية الخارجية أكدت عن مسؤولين رسميين خارجية أكدت أنه لا صحة أن سيكون لوجود عملة موحدة للبريكس بديلا للدولار. دي إشارة على أن هناك عمل بالتوازي بين العمل بجميع العملات دون استثناء اي عمله او تاثير او تنحيه الدولار جانبا. طبعا ده اللي اكده المتحدث ديمتري بيسكوف، اللي اكد ان التعاون في اطار بريكس ليس موجها ضد الدولار والعملات الاخرى، واكد ان ده بيهدف الى تشكيل ضمان مصالح دول المجموعه. وايضا اكد سيرجي ريباكوف نائب وزير الخارجيه الروسي انه من المتوقع ان تحدث تطورات كبيره فيما يتعلق باليات الدفع المتبادله في مجموعه البريكس بعد القمه. اعتقد ان مؤشرات القمه ستتضح فور اجتماع 24 من قاده دول العالم و32 دوله على مستوى العالم في هذه القمه الاقتصاديه الكبرى التي سترسم معالم مختلفه لتجمع عالمي جديد يعتمد على التعدديه القطبيه بدلا من وجود القطب الاوحد في الحكم العالمي. طبعا قمه بريكس ستؤكد على العديد من الركائز الاساسيه في مواجهه الضغوط الاقتصاديه التي تواجهها روسيا في المقام الاول نتيجه العقوبات الغربيه على روسيا جراء حربها ضد اوكرانيا. ومشاركة زعماء دول العالم في هذه القمة يؤكد أن روسيا استطاعت كسر هذا الحاجز
بدليل تجمع أكثر من 32 دولة أو 32 دولة تحديدا في مدينة قازان الروسية. هذا التكتل البريكس للتعامل بالعملات المحلية، وأن يكون هناك يعني لذلك تأثير على النظام المالي العالمي بشكل متوازن. ما هي التحديات أمام دول التكتل لتحقيق ذلك؟ أعتقد أن من أهم التحديات هو ما يحدث على أرض الواقع من حروب في شتى بقاع العالم، الشرق الأوسط، الحرب الروسية الأوكرانية، التهديدات المتوالية لاقتصادات دول العالم جراء الجوائح التي حدثت في الفترة الماضية أو في مقدمتها جائحة كورونا التي أثرت على جميع اقتصادات دول العالم. أعتقد أن البريكس ده بيمثل فرصة كبيرة لتجاوز العديد من التحديات أو تحسين الأوضاع الاقتصادية العالمية من خلال تقديم نظام مالي بدائل للنظام المالي التقليدي وتعزيز التبادل التجاري باستخدام العملات الوطنية. طبعا هناك أهمية لإصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن بين أكبر الدول النامية والمتقدمة، وده بيؤكد أنه من الممكن لمصر من خلال عضويتها بالبريكس أن تدعم هذا التوجه من خلال طرح رؤى تخدم مصالح الدول النامية والمشاركة في تطوير نظام مالي جديد أكثر شمولية وعدلا. بالإضافة إلى أن يعني هذه القمة الاقتصادية تأتي في وقت مهم للغاية بهدف يعني تعزيز صوت الدول النامية في المؤسسات الدولية ومشاركة أكثر من دول من دولة في الشرق الأوسط في هذه القمة لأول مرة. ده دليل على مدى اهتمام هذا التجمع بمشكلات الدول النامية. أيضا هناك تحديات عديدة سيناقشها القادة فيما يخص حلول أزمات الدول النامية المتضررة من الصراعات زي الحرب في أوكرانيا أو الحرب في إسرائيلية ضد غزة وفلسطين، وأيضا دعم مشروعات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بعيدا عن أي تأثيرات جيوسياسية. من القضايا الاقتصادية المتوقعة من أفضلتها في القمة تعزيز التعاون المالي وتخفيف القيود التجارية ودعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتركيز على كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. نعلم جميعا أن العالم بيمر بأزمة اقتصادية حادة أثرت على كافة اقتصادات الدول بلا استثناء، والقمة بتأخذ على عاتقها أهمية تجاوز هذه التحديات للخروج من بوتقة الوجود الاقتصادي التي تهدد الاقتصاد العالمي. طبعا أعتقد أهم تحدي لهذه القمة هو تعزيز البريكس ومواجهة تنافس القوى الكبرى مثل المجموعة السبعة. ده من أهم التحديات الموجودة، والقدرة على توفير بدائل فاعلة للأنظمة المالية القائمة والتأثير في النظام السياسي العالمي. طبعا في ظل وجود مؤشرات عن احتمال انضمام العديد من الدول سواء في الشرق الأوسط أو بعض دول العالم إلى هذا التجمع، سيصبح لهذا التجمع تأثير أكثر فاعلية في معالجة المشكلات الاقتصادية العالمية والخروج بنتائج فاعلة لزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة خصوص الإنتاج، بما يحقق أقصى عوائد ممكنة لكافة اقتصادات الدول المشاركة وإيقاف حالة أو التصدي لحالة الجمود الموجودة حاليا في بعض الأقطار وقارات العالم. نعم أستاذ هاني فاروق مدير تحرير الأهرام كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. وهنا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الساعة من التغطية المباشرة، شكرا للمتابعة ومستمرون معكم على شاشة النيل الأخبار، دائما ابقوا معنا، إلى اللقاء.